اولا شفت الصوره بتاعت السوقين اللي موجودين دول، وانا كلامي للمحافظين، انت مش بتاخد فلوس من الناس وهم داخلين السوق ده؟ حد يرد عليا، مش كده يا دكتور مصطفى؟ انت سايب ايه ده يا سيدي يا عم؟ ما عندكمش لا طبعا ده يتنظم ويتنظف وكل مره يبقى في حاجه، واذا كان في تند او مظلات تتعمل من اللي بتاخدوه من الناس. حاضر. ما يبقاش المنظر ابدا كده. انتوا عايزين تطوروا الناس وتخلوا الناس عندها يعني دايما عينيهم متعوده على الحسن. طب ازاي انا اقول يلا خش خدت منه 3 جنيه ولا 5 جنيه ودخلت السوق وخلاص؟ لا. وانا بصراحه يعني ما تعملوا مسابقات. ما تعملوا مسابقات احسن سوق في المحافظات وتعلنوها، ونيجي في يوم زي كده نقول احسن سوق كان في محافظه المنوفيه، كان في محافظه البحيره، احسن سوق. وبالمناسبه ده شكل من اشكال ان احنا نفرز كمان قدراتنا. انا عايز اشوف الناس اللي هي بتقدر لما تخش في موضوع تقدر تعمله. طب بكده والناس تشوفنا معاهم، ويبقى احنا التنافس بتاعنا من اجل مصلحه الناس.